مشاهدي الاباط متحدون معانا في الحلقه الخاصه من نشره اخبارنا اللي احنا وعدناكم بيها الاسبوع اللي فات. احنا النهارده يوم الاحد عيد القيامه المجيد وموجودين دلوقتي امام كنيسه القديسين بالاسكندريه. احنا النهارده موجودين هنا عشان نقول للناس جوه ان احنا ما نسيناكمش وما نسيناش اللي حصل لكم باول السنه رغم اي حاجه. موجودين معاهم النهارده علشان نعيد معاهم ونعرف مشاعرهم، هم بيفكروا في ايه، شايفين الثوره ازاي، سير التحقيقات هيمشي ازاي، خاصه بعد الافراج عن المعتقلين اللي كان قال عنهم وزير الداخليه السابق ان هم سبب في الحادثه المرعبه اللي حصلت قدام الكنيسه هنا. عايزه اقول لكم ان مشاعري دلوقتي هي فعلا ممتلئه بقدر كبير من الرهبه، اشعر برهبه كبيره لان المكان ده كان 1/1/2011 مع دقات الساعة 12 مليء بالجثث، المكان اللي أنا واقفة فيه ده، علشان كده أنا شاعرة بالرهبة الفظيعة دي. عايزة أقول لكم إن إحنا جوه هنعمل عدد من اللقاءات وهنختم زيارتنا للإسكندرية مع الحديث للمعتقلين السابقين للقيام اللي كانوا متهمين بالقيام في هذا الحادث المرعب. ابقوا معنا. اهلا بكم مشاهدي الاباط متحدون، ما زلنا من داخل كنيسه القديسين بالاسكندريه ومعانا دلوقتي القمص مقار فوزي كاهن الكنيسه واللي كان متواجد اثناء الانفجار علشان نتكلم معاه عن تبعات هذا الانفجار رغم الوقت اللي هو يعد مش طويل اللي مر عليها، بس الاحداث فاحنا نسينا حدث تفجير القديسين. قدس ابونا اهلا بيك وعيد سعيد في الاول. سامتوا طيبين. وانت طيب وبخير. يبارك فيكم كلكم. ربنا يخليك. قدس ابونا، الناس في الكنيسه دلوقتي قدرت ان هي تعبر الاثار السلبيه للحادثه الفظيعه المرعبه اللي حصلت مع اول ساعات العام الجديد؟ صدقيني لسه لغايه دلوقتي، يعني هي الحادثه عملت صدمه ونوع من الكآبه كده في القلوب وكتمه كده في القلوب. في ناس بعد اسبوع راقت، في ناس بعد شهر، في ناس لغايه دلوقتي كتير جدا ما زالوا تعبانين، يعني عندهم حته خوف كده لسه، يعني بتطلع بمرور الوقت انا عارف يعني. لكن رغم الحته دي جوه في قلبهم، لكن عندهم شجاعه، بيجوا الكنيسه ومش خايفين من الموت ولا خايفين من الارهاب ولا حاجه، والكنيسه باستمرار عدد اللي بيجوا الكنيسه اكتر من الاول. لان المفهوم المسيحي بتاعنا هو اللي بيدينا القوه دي. احنا كمسيحيين الموت ما بيشكلش عندنا مشكله. الانسان لما عارف انه لو مات هيبقى في احضان القديسين مع المسيح. واحنا يوم الانفجار ده لما رحنا نزور الشهداء في البيوت كل الناس قاعده فرحانه، كنا بنخش البيت كانه عنده فرح ما عندوش ميت. تمام. والناس مبسوطه، يقول لك يا بختهم، يا ريت احنا كنا احنا اللي نروح وكانوا فرحانين. فالحادثه اثرت نفسيا لكن ما اثرتش على علاقتنا بالكنيسه او علاقه الناس بربنا او ان هم يخافوا، دي ما اثرتش. لكن نفسيا بس. تمام. انا شايفه بره يعني وانا جايه من بره شفت ان مظاهر الاحتفال بعيد القيامه تبدو شبه طبيعيه في الكنيسه. لكن في اجراءات امنيه بره مشدده، يعني في ماكينه الكترونيه عشان نعبر وبيشوف اثبات البطاقه والكلام ده، بس الكلام ده مجدي للي عايز يعمل حاجه؟ طب انت اللي بيحمينا ربنا. وان كان ربنا سمح يعني هو اللي حصل في عيد الميلاد بسماح بسماح من الله. لكن اللي بيحمينا ربنا، يعني الناس كلها جاية، يعني في أمن بره. طب ما احنا قعدنا من يوم 25 يناير لغاية النهاردة ما فيش عسكري واحد. لغاية النهاردة؟ بس لسه جايين من أسبوع كده. تمام. وامبارح يعني أمن مشدد من الجيش ومن الشرطة، وامبارح بالليل كان مهرجان هنا بالليل قدام الكنيسة. يعني لكن احنا بنشعر ان اللي بيحمينا ربنا، يعني احنا كنا في الجمعه الكبيره ولا في اسبوع الاعلام الكنيسه مليانه على اخرها، طول البصخات الكنيسه مليانه على اخرها. فكلنا بنشعر ان بيحمي ربنا، وربنا لو سمح بشيء هو الحكمه عنده. واحنا فعلا كلنا شعرنا ان الانفجار ده ولو انه كان مؤلم جدا وصدمه فظيعه، لكن ربنا حوله بسرعه للخير.
ازاي؟ ناس كتير جدا جدا تابت ورجعت ربنا، وناس عمرها ما دخلت كنيسة تدخل كنيسة، ابتدت الروح الواحدة تيجي ما بين ناس وبعض. نفس مصر كلها كانت متعاطفة وابتدت تعمل وحدانية، وكان فعلا الحدث ده بالنسبة لمصر كان زي ما تقولي كده تمهيد ل 25 يناير. ما هو ده اللي احنا عايزين نسأل قدسك فيه، لان في كتير بعض المتدينين ممكن يقولوا ايه ان اللي حصل في 25 يناير سقوط النظام في 18 يوم ده نتيجة تورط بعض رموز النظام في حادثة القديسين، وان ده غضب الله. ايه تعقيب قدسك على ده؟ ما احبش غضب الله ديت، ما احبهاش، ولو ان يعني بنلاقي برضو يعني مظاهر، يعني مثلا السادات لما كان واخد البابا والاصفه وسجنهم ما كملش شهر رفع، تمام، ودول برضو ما كملوش شهر، تمام. ما اعرفش يعني، ولو ان ما بحبش يعني ان ربنا يعني بيروح ينتقم وكلام من ده، لكن هي موجوده قدامنا حقيقه واضحه. قدس ابونا، اذا كانت الناس خدت وقت شويه علشان تواجه مخاوفها فيما يتعلق بالتواجد داخل الكنيسه، اسر الشهداء وخاصه اللي فقد اسرته بالكامل، او اللي فقد يعني شابه فقدت زوجها او الكنيسه، ايه الاجراءات اللي اتخذتها تجاه الناس دي علشان يعني تعيد ليهم بعض من السلام؟ اهتمام الكنيسه بيهم الاول ناحيه المعنويه، يعني احنا بنزورهم كلهم في بيوتهم، في منهم طبعا بيحتاجوا اعالة مستمرة برضو منظمة لهم حاجة زي كده، اعالة مادية، اعالة مادية، والشغل مثلا مشروع معين لحد عشان يشتغل، يعني يعني بنعمة ربنا عملنا بعض حاجات ولسه بنعمل كويس. بس لقي مثلا كل الكنائس بيزورهم، كل الشباب والشابات بيزورهم، فهم حاسين بحضن الكنيسة، ما حسوش ابدا ان هم يعني اتأثروا التأثر اللي يخليهم يعني ناقصين او منظمين، بل بالعكس هم بيشعروا ان الاستشهاد ده شرف ليهم. فالحتة ديت معوضة، وربنا عنده على فكرة تعزيات. احنا ما يعني انا ايام الحادثة كنت حزين ومكبوت ومصدوم، لما زرت الشهداء تاني يوم على طول الدنيا لسه سخنه نار، رحنا زرنا الشهداء كلهم في البيوت، بين نخش البيت احنا بقى اللي نتعزي. يعني انا الحاجه اللي ريحتني شويه ان بيوت الشهداء دولت كانوا في منتهى السلام ومنتهى الرضا ومنتهى الشكر. اشكرك يا رب، ده نعمه من عندك دي بقى، يعني ما حدش له يد فيها. ازاي دول تقبلوا الحادث، وازاي قبلوا ان جوه بيتهم حد مات، ولكن ابتدوا فرحانين وده شهيد عندنا وهيبقى بركه لينا، ومحدش اشتكى ان ازاي سابنا وازاي مات زي اي يعني ميت يعني، لا. فكانت دي تعزيه لينا كلنا، ان بنحس ان ربنا له طريقه في انه يعوض. احكي لك قصه عجيبه، تحس ان ربنا له عمل. ظاهره عجيبه جدا ان المصابين، رغم ان في ناس كانت اصابتهم رهيبه، يعني مثلا ناس محروقه بالكامل، ناس رجليها متدشدشه، ناس حاجات دخل جوه البطن وقطعوا حته من المصارين، يعني حاجات صعبه. ورغم هذا لما سالنا كل المصابين تقريبا ما كانوش حاسين بالم خالص، لدرجة في واحد من المصابين لما زرته بيقول انا نقلوني بالليل على طول بعد الحادث، نقلوني بالليل على المستشفى المير الرئيسي، يعني بيقول انا، هو عنده كسور فظيع جدا في رجليه وفي ظهره، بيقول انا ما كنت قاعد، فجالي حد محقق، كان الساعه 2 بالليل، جاله حد محقق وقالوا له انت كل حوالي اللي عندك عظم، بس في عندك كده تعويره كده في وركه كده كبيره، قال له لازم نخيطها لك بعدين نقلك مستشفى الناريمان بتاعه العظام. قال له بس ما عشان هنقدر اديك بنج. وجالي، بيقول جالي المحقق قعد يتكلم معايا وهم قعدوا يخيطوا لي رجلي من غير بنج، وانا عمال اخد ودي، وبصيت لقيت الاسعاف عماله تجيب مصابين تانيين من الكنيسه، كلهم ساكتين ما حدش بيشتكي. وبعدين دخلوا واحد
من المصابين غير المسيحيين. يقول لي داخل على صرخة واحدة وعمال يصرخ صراخ فظيع جدا لما المستشفى عليه، بيقول لي لدرجة إن أنا صعب عليا، مع إن هو أنا يعني زرته إصابته فظيعة، قاعد في سلام عمال خاطر رجله من غير بنك ويتكلم عن حق وياخد ويحكي كل القصة. فأنا عايز أقول إن ربنا بيشتغل، يعني ربنا سمح، لكن يعني الحادث كان شديد، لولا يعني تضميد الجراحات بتاعت ربنا ما كانش يعدي الموضوع ده بسهوله. اكيد. وتسابونا مقار لقدسك فيديو شهير على اليوتيوب كل الناس شافوه فيما يتعلق باحداث القديسين، ان انت بتقول ما تخافوش ما تخافوش واثناء وقوع الانفجار اسفل الكنيسه. لو جينا قلنا ان مراحل الحزن عندك، انت كنت بتقول مكتومه قوي في الاول، مراحل الحزن عندك مشيت ازاي وهي دلوقتي ازاي؟ لانك كنت احد العناصر الموجوده في الحادثه. هو الحزن والزعل على الموقف محدش يقدر يمنعه، لان دي مشاعر بشريه. تمام. وانا حتى قابلت بعض الناس قلت لهم يعني انتوا عندكم ميت، انا عندي 20 ميت، يعني دول كلهم ولادي، فدي مشاعر بشريه. وحتى لو الناس شفتهم مزعلين متاثرين عندهم حق، وما يبقاش بشر اللي ما تاثروش. تمام. لكن الرجاء الداخلي ومسيحيتنا اللي مالية قلوبنا ان احنا عندنا ثقة ان ربنا بيعوض، وعندنا ثقة ان ربنا فاتح الفردوس، وعندنا ثقة ان احنا بنشارك المسيح في ألامه، ده جانب روحي بيسندنا. وان كانت المشاعر البشرية ممكن تكون موجودة، لكن مش معنى ذلك ان احنا فقدنا الرجاء، او مش معنى ذلك ان احنا عندنا حزن يائس، احنا بنيأس. تمام. فهو ده اللي نعمة ربنا، عمل الروحي، الصلوات، القداسات، كل ده بيقعد ايه يفك يفك يفك. صحيح. الى ان ان شاء الله يعني ينتهي تماما اي شعور بقى. لا، الناس كانت قاعده مستنيه بقى اللي عيد ده، ما نشوف بقى الانفجار هيحصل ازاي. تمام، ربنا ما يسمحش. وتسابونا كنيسه القديسين ده مش اول اعتداء يحصل فيها، حصل قبل كده لكن ما كانش بقسوه الاعتداء اللي حصل مع اول دقات 2011. في سؤال، بواقع قدسك طبعا كاهن يعني تدرك جيدا المجتمع، وبواقع كمان اني في المرتبة الثانية انت سكندري، شايف اسكندرية دلوقتي ازاي، وتحديدا العلاقة بين المسيحيين والمسلمين؟ لان اللي قام بالاولى هو مسلم، وبنسبة كبيرة ان اللي قام بالثانية هو مسلم. صدقيني ما بيتعبناش غير المسلمين المتعصبين. بمعنى التعصب والتطرف هو المشكلة، لكن المسلم العادي غلبان وحلو، بيحبنا واحنا بنحبه. يعني احنا مثلا الجامع في فلسطين عمره ما كان في بينه وبين الجامع ده مشكلة. كلنا ككهنة في المنطقة بتاعتنا بنروح ونيجي ونقابل ده ونقابل ده، ونخش المحلات نشتري عادي، ما فيش أي مشكلة. المشكلة هي في الإيه؟ في المسلمين المتطرفين أو المتعصبين، هي دي المشكلة. يا لازم يعني الدولة بقى تحط بقى برامج ليل مع نهار تعالج هذا الداء، إن هم المجموعة وإن كانوا مش كتير لكن تأثيرهم جامد، لأن هم عندهم عنف وإصرار، فبيبقى تأثيرهم واضح، لكن كعددهم ما أعتقدش إن هم كتير بالنسبة لبقية المسلمين، أعتبرهم مش كتير. لكن بالنسبة لتأثيرهم في اسكندرية، أنت شايف إن هو بقى كبير ولا محدود؟ ما هم بيتغيروش. يعني هي الفئة المتطرفة، التدين المتطرف والتدين الغلط في الإسلام والتدين الإرهابي، ده هي دي المشكلة. تبص لهم يئبوا ويقتصوا ويئبوا ويبانوا ويظهروا. بس طبعا مشكلتهم كمان إيه؟ دايما التدين بيجمع الناس مرضى، حتى في التدين المسيحي. تمام. يعني ممكن تدين المسيحي تلاقي انسان نفسيته مش سليمه ينضم للكنيسه ويقعد يصلي ليل مع نهار وهو نفسيته مش سليمه. تمام. الفئه دي بقى من المسلمين لما يستلمها المتطرفين بيتصرفوا تصرفات صعبه صعبه من غير تفكير، عمياني. ما فيش ده كافر، يعني ده كافر، ده يموته حالا يموته حالا، هو نفسيته كده، وتلاقي كده زي ما يكون انسان مظلم مش شايف حاجه خالص، ومفهمينه الدين محفظينه له صم كذا وكذا وكذا، ما يعرفش حاجه غير كده.
دول الفئه الضعيفه او النفسيه مش حلوه، اللي من السينما بقى الايه القاده بتاعتهم بيستخدموهم استخدام فظيع وبينتج حوادث زي القصص. بينتج بقى الحاجات النتائج دي كلها طبعا. لكن برضك ما يعني قصدك ما كلمتناش عن شكل العلاقه دلوقتي ازاي، المسيحي والمسلم الان علاقتهم جيده ولا بيحاولوا ان هي تبقى جيده؟ انا ما اعرفش حاجه غير المحبه صراحه يعني. فعشان كده مش بحس قوي يعني. صحيح بجد يعني بكلم بجد يعني كل الناس في نظرنا كويسين وربنا يعني يسامحهم. يعني قصدك لا تشعر بالاستهداف من الاخر المسلم بعد الحادثه اللي انت كنت جزء منها؟ يا بنتي ما زي ما بقول لك ما فيش استهداف غير من المجموعه المتطرفه. وربما يكون بيخططوا حاجات ثانيه الله اعلم. ما هو هم مخهم كده. ده وارد، وارد جدا. لكن احنا ما بنخافش من حاجه. عمرنا ما بنخاف. واهلا بالاستشهاد. صحيح بكلم. احنا اكيد مش ممكن ننسى كلمتك ما تخافوش، يعني الكلمه دي شهيره يعني كل الناس تداولتها عبر اليوتيوب. وتسابونا سير التحقيقات دلوقتي، الكنيسه متابعاه ولا فقط متابعه الرعايه المعنويه لاسر الشهداء والمصابين؟ لا هو الحقيقه انا كنت عمال الح بس مش عارف اروح لمين. ان انا نفسي اعرف التحقيقات دي اولها ايه واخرها ايه وايه نتائجها، وهل التحقيقات اللي اتعملت ديت يعني التسلسل بتاعها مشي صح ولا لا، ولا اتلفقت وما اتلفقتش. لغايه دلوقتي مع الاستاذ جوزيف بيقول لي ان احنا قدمنا للنائب العام دي حاجه كويسه. كنت كلمت قبل كده ممدوح رمزي وبرضه قلت له الفكره ديت، والناس قالت لي لازم تروح تسافر تقدم مش عارف ايه. ما يعني ما عملناش حاجه قوي، لكن كنت كل ما اشوف حد سواء مسلم او مسيحي كنت اقول له اقول له احنا عايزين نتائج تعالى. وفي اللي كان حقق معايا محمد عام او نعم او محمد معرفش ايه كده اللي هو نائب النائب العام هنا في اسكندريه ده اللي حقق معايا، كان مديني امرته وكلمني ايام الاحداث. قعدت اطلبه كذا مره، قعدت اكلمه كذا مره ما ردش علي، كنت برضه عايز اقول له. لكن كويس البلاغ ده حلو. يعني ما فيش مجموعه محامين متخصصين تبع الكنيسه؟ ما فيش. لا لا لا. احنا كلنا اعطينا الكنيسه يعني. انا فاهمه، لكن اقصد مش بيتابعوها بشكل اللي هو محددين ناس معينه. ولاد الكنيسه هم اللي بيتعاملوا بكل حاجه. كنيسه يا ابونا ابونا الرئيس واحنا ابونا احنا في اسكندريه دايما كل كنايسنا بتصب في البطريركيه. تمام. فدايما يعني البطريركيه احنا من خلالها وهم من خلالنا كل حاجتنا بتبقى، ودي حاجه كويسه في اسكندريه يعني. تمام. قدس ابونا ايه تعقيبك على الافراج عن من تم اعتقالهم في حادثه القدسيه؟ انا بسلامه نيه بقول ان كانوا افرجوا عنهم يبقى مثلا يبقى ما لهمش ذنب. اذا اللي قالوا حبيب العدل ده كان تلفيق. يبقى كان اللي قالوا ده في عيد الشرطه كل ديت كلمه تلفيق، والناس ديت ما لهاش ذنب. لو كانوا هم افرجوهم صح يعني يبقى ما لهمش ذنب. طب ايه اللي سجنهم ليه؟ بقى كان كل الكلام اللي اتقال ده تلفيق في تلفيق. يبقى احنا عايزين بقى التحقيقات السليمه ونتائج التحقيقات السليمه. طب كانوا دول افرجوا عنهم، طب مين اللي عمل؟ فينه؟ تمام. ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نعرف فعلا هو فين. قدس ابونا بنشكرك خالص على حديثك لينا، بس في النهايه بنقول لك وجه كلمه للاقباط وللسكندريين ومصر بوجه عام. بقول لكل الاقباط انتم اقوياء بالمسيح واقوياء بالمسيحيه، المسيحيه قويه واقوياء بالانتصار على الموت، واصبح الموت بالنسبه لنا ملوش تاثير علينا. وبقول لهم يا جماعه لا تخافوا، لاني مفيش حاجه بتحصل الا بسماح من الله. وان كان ربنا سمح بشويه اضطرابات هنا او هنا ديت عشان احنا كلنا نتوب وعشان كلنا نرجع لربنا ونثق لربنا صح، وتبقى انتم قصدتم به شرا والرب قصد به خيرا. والمصر يا رب يكون التغيير تغيير حقيقي ومن القلب، ونشوف مصر جديده بصحيح. تمام. نفسنا نشوفها جديده بصحيح.
وربنا ما يسمحش ان المسيره الجديده دي تتعطل يعني. اكيد، واحنا كمان نشاركك نفس الامنيه وتسابونا. شكرا لك. ربنا معاكم، ربنا معاكم، متشكر قوي قوي، وربنا معاكم. ما زلنا من داخل كنيسة القديسين بالاسكندرية، والآن هيكون معانا الأستاذ جوزيف ملاك أحد محامي الكنيسة ومدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، عشان يكلمنا عن سير التحيات خاصة بعد الإفراج عن المعتقلين. أستاذ جوزيف، أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك، وكل سنة وأنت طيب، عيد سعيد. أستاذ جوزيف، في البداية أحب أعرف تقييمك للإفراج عن المعتقلين في حادثة القديسين اللي هم أفرج عنهم منذ أيام. اولا حته الافراج عن المتهمين احنا فوجئنا بيها جدا. احنا نعرف ان احداث القديسين اول ما حصلت وزير الداخليه اعلن ان تم القبض على المشتبه فيهم في احداث القديسين. تمام. وقال ان في تحقيقات بتتم حاليا مع المتهمين من قبل النيابه العامه. وكانت باشراف المستشار ياسر رفاعي في اسكندريه اللي هو وكيل النائب العام والمحامي العام في اسكندريه. ففوجئنا، وانا باكد على عنصر المفاجاه، ان في قرار للافراج عن المتهمين في احداث القديسين. هذا القرار كانت واقعه مفاجاه للاقباط وللمسلمين معا. يعني في زملاء في مجال حقوق الانسان ونشطاء في مجال حقوق الانسان اتصلوا بيا وقالوا لي الافراج ده تم ازاي؟ طب انتوا موقفكم، طب انتوا شايفين ايه؟ فانا الواقعه كانت مؤسفه، لان انت لما بتيجي تفرج تقول انت افرجت على الناس دي، طب انت قبضت على المتهمين؟ طب انت عندك حيثيات القرار بتاعك ايه؟ افرجت عنهم ليه؟ مش متورطين؟ طب ما هو حبيب العدل قال ان دولت متورطين. طب انت قول لي انت قبضت على حد تاني ولا لا؟ قول لي الموقف ماشي ازاي؟ قول لي الشهداء دول دمهم راح فين؟ لكن في بعض الناس ممكن تقول ان الناس دي مفيش دليل قاطع على ان هم اللي قاموا بالحادثه، وان ان حبيب العدلي كان غير عادل على الاطلاق، فطبيعي ان هو يكون جاب اي عناصر وقال ان هم دول المسؤولين عن الحادثه. انا بقول لك وجهه النظر الاخرى. يا فندم اللي يقول يقول. اللي عايز تقوله قوله. ما احنا دلوقتي في فتره اللي عايز يقول حاجه بيقولها. لكن انا بتكلم عن تحقيقات يا جماعه، تحقيقات واقعه هزت مصر وهزت العالم كله. واقعه راح ضحيتها اكثر من 20 شهيد. تمام. ومصابين بالعشرات، اكثر من 90 مصاب. واقعه هزت البلد. تيجي نقول اصل فلان بيقول ان دولت ما عملوش حاجه وفلان امال النيابه العامه بتعمل ايه؟ اطلعي يا نيابه يا عامه. قولي تقرير نهائي، قولي ان تم الافراج على المتهمين في احداث القديسين بسبب كذا وكذا 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 وكذا، واحنا خدنا اجراءات وانتهينا بيها للقبض او الاشتباه في عناصر متورطه في كذا وكذا وكذا. هم لم يعلنوا اسباب. لم يعلن اسباب. وكان الموضوع ما حصلش. انا كمواطن مصري عادي بسيط، او انا يعني كواحد من الشهداء، الشهداء دولت والدته امه واهله، لما يشوف موقف زي ده ايه رد فعله؟ هيشعر ان حتى حق الدم ده ما جالوش هنا، ما فيش. طب ليه؟ ليه كده؟ ليه توصلونا للمرحله دي؟ انا شايف ان في خطا حصل. انا يعني انا لا اعلق على التحقيقات ولا اعلق على القرار بتاع الافراج، ولكن انا عايز توضيح لقرار. انا ما بقولش ان دول هم اللي ارتكبوا الجريمه، انا ما اعرفش، انا كراجل مش محقق ما اقدرش اقول هم دول اللي ارتكبوا وانتوا بتقولوا لا ما ارتكبوش الجريمه. قولوا لي انتوا مين اللي ارتكب الجريمه؟ قولوا لي انتوا افرجتوا عنهم ليه؟ انا فوجئت قبل يوم 25 في لقاء وزير الداخليه والرئيس مبارك باعلانه عن الجهه المسؤوله عن التحقيقات، عن المسؤوله عن الانفجار. تمام. على الملأ، وقال احنا قبضنا، والنيابه العامه نفسها قالت ان تم القبض على فلان وفلان 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 واجار التحقيق معاه. انا كشخص عادي شايف ان دول المتهمين. انت جيت اتفرجت عنهم، اتفرجت عنهم، طب مين المتهم؟ لكن استاذ جوزيف دلوقتي التحقيقات بتسير في اي منحى؟ يعني دلوقتي خلاص الناس دي طلعت، انت بقى يعني ايه الخطوات اللي بتتخذها كمحامي علشان التحقيقات تستمر في البحث عن الجاني؟ انا هقول لحضرتك على حاجه،
احنا في بينا بالحيثيات. ممكن انا قلت لحضرتك ان في كثير من الوشفاء الفقيهين سواء كانوا مسلمين او عبار تمام شافوا ان الخطوه ديت غير واضحه. فاحنا بموافقه الكنيسه ووافقه القيادات الكنسيه وبدعم طبعا من ابونا رويس مرقس وكيل البابا في الاسكندريه والكهنه تمام قمنا برفع بلاغ للنائب المحامي العام في اسكندريه. انا بصفتي احد المحامين المهتمين بشان القبط في اسكندريه وخصوصا كنيسه الاسكندريه ومدير مركز المصري لدراسات المياه وحقوق الانسان واحد المراكز القضائيه برضو اللي بتهتم بالنوعيه من نوعيه القضايا اللي من النوع ده. ومعايا اعضاء من المجلس الملي، معايا الدكتور كمال صديق سكرتير المجلس الملي وهو عضو مجلس الامناء في المركز، ومعانا الاستاذ نادر مرقص عضو مجلس الامناء واحد برضه عناصر مجلس الامناء، ومعانا الاستاذ تامر صلاح الدين وهو من الصحفيين والنشطاء والاخوه المسلمين المحترمين اللي اهتموا بالقضيه، ومعانا برضه بعض من الشخصيات المسلمه سامع عبد الله ابراهيم سكرتير عام حزب الاحرار والنشطاء برضه المهتمين. تجمعنا وعملنا البلاغ للمحامي العام، حمل رقم 1373 عرائض مكتب المحامي العام اسكندريه، وشرحنا الموقف وقلنا ان النيابه العامه والمحامي العام بصفته الجهه المنوط بها التحقيق في الامر وهي اللي ابتدت التحقيقات. فاحنا بنطالب بالاتي: واحد، الاعلان عن حيثيات قرار الافراج عن المتهمين في احداث القديسين لحق لينا، وطالبنا ان يكون الاعلان ده صريح وعلني للراي العام. وقلنا ان في شغف من المسلمين والمسيحيين تجاه هذه القضية وللقصص من الجناة، فده اللي بيخلينا احنا نقدم البلاغ، ودي الروح الوطنية اللي احنا تلمسناها في الحادثة من بعد الحادثة مباشرة يعني. وطلبنا منه تاني حاجة الكشف عن سير التحقيقات في أحداث القديسين، وتالت حاجة طرحنا عليه وطلبنا منه توضيح لما تردد من غلق مما تردد من بعض التصريحات بشان غلق باب التحقيق في احداث القديسين وقيد التحقيق ضد مجهول. البعض اثار هذا الكلام. معقوله؟ مين الجهه المنوط بها ترد عليا؟ بطلب من النيابه العامه تقول لي انت قفلت التحقيق؟ لقيت ان دول مش متهمين وقطها ضد مجهول ولا لا؟ ده طلب مشروع وده طلب يعني ده اجتمع عليه النشطاء واجتمع عليه المصريين جميعا والكنيسه بتطالب. طبعا فور ما احنا عملنا الموضوع دوت او بقى قدامنا بلاغ حوالي نص ساعه الفوا بينا ان وسائل الاعلام اهتمت بالامر، وده اللي احنا اللي محتاجينه. احنا محتاجين دعمكم برضو في الامر دوت كجهه اعلاميه، اللي احنا عايزين نوصل للمسؤولين ان الكنيسه والشعب المصري كله مسلمين ومسيحيين ينتظرون ايه النيابه العامه عملته ايه بالظبط. ده اللي احنا منتظرينه. فوق جهات اعلاميه اخرى زي قناه الجزيره وقنوات اعلاميه اخرى نشرت الخبر. تمام. احنا بقى مستنيين الرد. في حال عدم الرد. في حالة عدم الرد. هقول لحضرتك على حاجه، انا احنا كنت معتبر ان البلاغ دوت بلاغ تمهيدي. تمام. لعمل بلاغ اخر ضد اشخاص بعينه، ضد الرئيس مبارك بصفته الرئيس الاعلى للقوات المسلحه وهو بموجب الدستور رئيس الجمهوريه المسؤول عن حمايه وصيانه الوحده الوطنيه والشعب باكمله. فانا هنرفع الدعوه ببلاغ ضده، دي اول حاجه بصفته رئيس الجمهوريه. بالصفه مش ليس بالشخص. تمام. نقطه ثانيه هنرفع الدعوه البلاغ ضد وزير الداخليه بصفته. الحالي ام السابق؟ لا السابق وزير الداخليه السابق ورئيس جهاز مباحث امن الدوله السابق. لان دي في الجهات اللي كانت مسؤوله عن حمايه الناس. وما ننساش في نقطه الاهمال الجسيم اللي هم قدوا في دورهم اللي هم تركوه، الاهمال الجسيم اللي هم عملوه وعدم اهتمامهم بالامر، وبالرغم ان كان في تهديدات ضد الكنيسه من حوالي شهر نوفمبر والجهات الامنيه كلها كانت على علم بالموضوع. وكانوا كانت واضحه بتفجير يا استاذ. ايوه يا فندم كانت موجوده على الانترنت في نوفمبر تهديدات قاطعه لعمل ارهابي هيتم الفتره اللي جايه. وكان على الجهات الاعلاميه كلها اعلنت الموقف. ماشي؟ والموضوع كان معروف امنيا. وبعديها بعتوا اللي هم الظابط كم ظابط اللي بيحطوهم على كل كنيسه دولت وانتهينا على كده. لكن كان الجميع على علم ان في تهديدات.
وفي رسائل كانت موضحه بتهديدات لبعض الكنائس، كانت منهم كنيسه القديسين تمام وكنائس اخرى في الاسكندريه تمام قبل التهديد، وحصل الاعتداء. يبقى دوت اهمال ولا مش اهمال؟ اهمال. امال انت اختراق امني. الدول المتحضره المفترض تكون اول حاجه تعملها الوزاره تقدم استقالتها اول حاجه، ده اختراق امني من الدرجه الاولى. بعد ده اهمال جسيم. اه طبعا اهمال جسيم، هز البلد كلها. انت كده ما اديتش دورك، فانت اهملت. اهمالك دوت ينتج عنه تعتبر شريك قصير جوه الجريمه، شريك بتاع الجريمه باهمالك الجسيم. انت ما اهتمتش بالامر رغم التهديدات اللي موجوده دي. يعني تعتبر يعني جانب من صيغه البلاغ اللي هيتقدم للمحامي العام، لان هو كده عمدا باهماله الجسيم وعدم اهتمامه بالامر وصلنا للدرجه اللي احنا فيها. لكن عايزه تعقيب من حضرتك اخير عن من يتوجه بالاتهام لوزير الداخليه السابق بان هو المدبر الرئيسي لحادثه القديسين، مش مجرد اهمال، لا ده هو مدبر. هقول لحضرتك على حاجه، ده الراي الشخصي كراجل قانون. تمام. انا عارف ان في الكثير من الزملاء المحامين تقدموا ببلاغات شبيهه بهذا الامر. بس النقطه ديت بتدعونا للتساؤل. ازاي؟ ليه؟ يعني هو حقهم التقاضي، عليك حريه التقاضي. اتهام اتهم زي ما انت عايز، والتحقيقات تقول انا ما لا اعقب على دوت التحقيقات، يمكن التحقيقات تسير في مجراها ويطلع هو فعلا متورط بصفه شخصيه. تمام. ولكن انا احب امشي بالناحيه الاجرائيه. هو اهمل اهمال جسيم لغايه لما يعني نصل الامر عكس ده. وبدون ما الزملاء قاموا بالموضوع دوت وتقدموا ببلاغات شبيهه بنفس المستوى، انا ليا جانب تاني هقدم فيه بلاغي بصوره تانيه. تمام. يعني انا مش هصب في نفس المجال، هو شايف طريقه معينه ان في ملامح بتدل، وبعض الوثائق على ما تردد وعلى ما سمعت في بعض الوثائق بتقول ان في دلوع وزير الداخليه في الامر وتشكيل خليات تقريبا ارهابيه لتحت للانفجارات وهكذا وهكذا. دي بلاغات اتقدمت، ده طريقه واتجاه. لكن انا قناعتي الشخصيه ما مش عارف، انا حاسس ان الامر فيه ملابسات ما، ولكن هو خاضع للتحقيق وانا احترم التحقيق واحترم برضو الزملاء واستاذ الزملاء اللي خدوا الجانب ده. انا داخل من جانب تاني اخر بفتح المجال فيه وبطلب من الاعلام ان هو يهتم ليه، ان احداث القديسين ماتت النيابه وبعد احداث 25 يناير والوقائع اللي بعديها والحركه السياسيه الموجوده والتغييرات، الاحداث دي ماتت ما فيهاش حد مهتم بيه. لغايه امتى هنفضل تحصل فينا حوادث ها ومفيش جنايبه موجودين؟ لغايه امتى الاقباط تحصل عندهم انفجارات وحوادث متكرره ومفيش عقاب؟ لغايه امتى كده هيبقى يعني مهمشين بالصوره ديت من قبل القيادات؟ النظام والنظام مشي. النيابه العامه قلنا النيابه العامه هي المنوط بها الامر ده. والقضاه وقلنا ده امر احنا دلوقتي خلاص النظام اللي بقى اتكلم كان بيعمل. طب اشتغلوا. قولوا لنا ايه اللي حصل. تمام. احنا كجهة اعلامية استاذ جوزيف بنشكرك وبنعدك بالاهتمام بمتابعة سير التحيات في احداث القديسين، لانه اكيد دم الناس دي مش هيروح حضر. انا اتمنى دم الشهداء أكيد. لا يضيع اكيد. يا ريت دوت تهتموا بالامر اكيد. متشكر قوي. شكرا ليك يا استاذ جوزيف.